شهد قضاء عملية الصمود مهرجانا للاحتفاء بشهداء محافظة الأنبار الذين قارعوا إرهاب تنظيم داعش وضحوا بدمائهم في سبيل تحرير مناطقهم. القائمون على المعرض أطلقوا عليه اسم معرض النصر، وأقيم في إحدى مدارس المدينة، فيما حضر المهرجان عدد من شيوخ ووجهاء العشائر بالإضافة إلى عدد من الشباب والقادة الأمنيين الذين شاركوا في معارك تطهير المناطق من داعش. تخليدا لتضحيات العراقيين بشكل عام وتضحيات أهالي محافظة الأنبار على وجه الخصوص، أقيم اليوم في قضاء عملية الصمود معرض لابتهاجا بالنصر الذي تحقق على عصابات داعش الإرهابية، النصر الذي شاركت به القوات الأمنية على مختلف صنوفها، الذي شاركت به العشائر. فاليوم هذا المعرض هو تخليدا لتضحيات الشهداء وتخليدا للدماء الزكية التي سالت من أجل تحرير محافظة الأنبار من دنس العصابات الإجرامية. معرض النصر ضمن لوحات عن عودة الحياة للأنبار. لما نتكلم عن النصر فالنصر الأكبر هو عودة حياة، عودة المدن اللي تحررت لطبيعتها ولمزاولة حياتها الطبيعية. فهذا كان احتفالنا، اختارينا عملية الصمود لهذا الاحتفال وهذا المعرض على مود باعتبار انه هي من المدن اللي صمدت ولها تضحيات كبيرة بسنوات داعش. نثني ونبارك ونهنئ الشباب على هذه المناسبة الطيبة، على قيامهم بهذا المجهود الطيب والرائع واكثر من رائع لما قاموه وأبدوه في مساندة القوات الأمنية بمختلف صنوفها، ونحن في قيادة شرطة محافظة الأنبار داعمين لأي فكر شبابي يدعو إلى الإصلاح ويدعو إلى تطور وللحفاظ على أمن المحافظة.